معايا استاذ احمد. سلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت، كنت في حلم قبل كده حلمته إن أنا في حتة كده غير الأرض ولا حاجة، وقابلت عمتي. عمتي كانت متوفية، فكانت واقفة بعيد عني وأنا بكلم واحد بس مش شايفه. وجت بعد كده برضو كان بيني وبينها مت، وبعد كده برضو كنت بكلم برضو واحد نفس برضو حلم بس تاني، وهي كانت قاعدة على الحجر كده جنب مني، كانت لابسة أبيض كده بس كانت زعلانة. هي موجودة ولا مش موجودة؟ لا، متوفية. تمام. وكانت زعلانة. كان زعلان. طيب حاضر، شكرا شكرا حضرتك جدا. الحلم بتاعك والله اعلم، فهو بيدل على بتوصيك على حالك، وان هي زعلانة مفيش حد فاكرها، وبتطلب منكم صدقات يا جماعة، وبتقول لك بلاش الجفا في صلة الأرحام، خليكم دايما على اتصال ببعضكم. والله اعلم، هي دي رسالة ليك. شكرا.